في الفيديو بتاعي النهاردة هنتكلم عن تصلب الشرايين. ما هو تصلب الشرايين وأعراضها وأسباب مضاعفاتها والتشخيص والعلاج والوقاية من تصلب الشرايين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم في قناة تمريض منزلي. لو أنت أول مرة بتشوف القناة بتاعتي، أتمنى تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعمل لي لايك. هتضغط على اشتراك، هيظهر لك الجرس، هتضغط عليه وتحدد الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات. وزي ما قلنا هنتكلم عن تصلب الشرايين. هو عبارة عن عملية تدريجية تتراكم فيها المواد التي تحتوي على الدهنيات والكوليسترول على جدار الشرايين. هو الأمر ده اللي بيؤدي لتضيق الشرايين، وقد يصل الأمر للانسداد بشكل مطلق. تصلب الشرايين هو مرض ناتج عن تطور طبقات من الرواسب الدهنية على الجدار الداخلي للشرايين. أعراض مرض تصلب الشرايين: في بداية الأمر قد لا يظهر أعراض تصلب الشرايين. تاني حاجة أسباب وعوامل خطر: أول حاجة مرض الشريان التاجي، أمراض الأوعية الدماغية، أمراض الشرايين الطرفية. تاني حاجة عوامل ثانوية زي مرض السكر، كثرة التدخين، ارتفاع مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية، ارتفاع ضغط الدم والشيخوخة، الوزن الزائد، نقص فيتامين B12. حاجة معانا مضاعفاته: مع التقدم المرض احيانا يتكون انسداد كامل للشرايين، وبالتالي عدم وصول الدم الى مناطق معينة، مما يؤدي الى ظهور اعراض حادة زي النوبة القلبية والسكتة الدماغية. رابع حاجة معانا تشخيص مرض تصلب الشرايين: يتم تشخيص مرض تصلب الشرايين عن طريق اجراء تحاليل الدم لمعرفة نسبة الكوليسترول في الدم. رابع حاجة معانا او خامس حاجة علاج مرض تصلب الشرايين: اول حاجة اجراء عملية جراحية وتنظيف الشرايين، القيام بتوسيع بواسطة بالون عن طريق الأسطرة. اخر حاجة معانا الوقاية من مرض تصلب الشرايين. وفقا لدراسات مثبتة علميا، يمكن منع تطور تصلب الشرايين عن طريق الحرص على اتباع اسلوب حياة صحي، مثل التغذية السليمة الخالية من الدهون الحيوانية والغنية بالفواكه والخضروات، ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل يوميا، التوقف عن التدخين، الحفاظ على مستوى الطبيعي لضغط الدم والدهون والسكر. وبكده يكون الفيديو بتاعي النهاردة خلص. أتمنى تكونوا استفدتوا منه. لو أنت مش مشترك معايا في القناة، أتمنى تشترك وتفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديدة. ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعمل لي لايك. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.